فاكهة التنين يقدر الفلاح يغرس بيت واحد بلاستيكي يقدر بيت واحد بلاستيكي يوسع المشروع نتاعو العام اللي جاي وما يزيدش تكون عنده تكاليف كبيرة عندي عام اللي غرس راني يعني نشوف فيها تجربة يعني ناجحة ناجحة بزاف هذا نوسع فيها اللي فات بديت بسار وحدة العام هذا زيت ثلاث سارات دروك عندي ربعة والطموح نتاعي القدام ان شاء الله نزيد اكثر 10 20 شي اللي نقدر. هي مليحه بحكم انها مطلوبه كثيرا في يعني في الاسواق حتى الاسواق الخارجيه اه مطلوبه جدا والفلاح كثيرا ما يبحث عن يعني الجديد يبحث عن ما يحق له اه هوامش ربح اه اضافيه، فواكه بيولوجيه بامتياز بحكم يعني ما تطلبش اسمده بزاف، ما تطلبش ري بزاف، مواد عضويه فيه وكذلك الأدوية هي من النباتات الصباريات يعني شديد التحمل